شكلها عايزة تاكل. أجرب أديها ولا إيه؟ يلا حبيبي كل مام زي مامي. يلا مام. لا أنا كده بقى استعجلت. خلي بالك أول ما البيبي يبدأ يهتم بالأكل اللي بتاكلوه دي ممكن تبقى علامة إنه عايز أطعمة صلبة بجوار الرضاعة، وده بيبدأ من سن 6 شهور تقريبا. عم طبعا لازم نكون عاقلين مع الطفل لما يبتدي ياكل وما نديلوش اي حاجه. لازم نبدا الاول بالحاجات السهله والصحيه الطريه زي الخضروات والفواكه المسلوقه المهروسه كويس جدا. برافو. لكل عمر الاكل المناسب ليه، حتى السيريال لازم يكون مناسب لعمر الطفل، ويجب الاستمرار في الرضاعه عند ادخال الطعام الصلب لطفلك. من اول 6 شهور ممكن تدي طفلك اكل صلب مسلوق ومهروس مره واحده يوميا، جزر او كوسه او بطاطس او بطاطا او تفاح. يفضل الاستمرار على نوع واحد من الطعام لمده 3 لـ4 ايام عشان تتاكدي انه ما بيسببش حساسيه لطفلك. لو رفض نوع طعام معين اول مره يجربه ما تقلقيش، جربي تديهوله تاني بعد كذا يوم عشان الاطفال بيحتاجوا شويه وقت للتعود على طعم جديد. من اول الشهر الثامن ممكن ندي الطفل قطع صغيره مهروسه جيدا في الخلاط زي صدر الفرخه، وممكن كمان نديله صفار البيض وكل الخضروات ما عدا الحبوب زي الفاصوليا البسله اللوبيا لصعوبه هضمها. في الفتره دي يكون اضافه الفواكه زي الجوافه والموز. بعد الشهر العاشر ممكن اضافه السمك واللحوم والحمضيات زي البرتقال، ما ندهوش ملح او سكر او عسل او لبن بقري قبل سنه. برعايه سودوكريم، يلطف يشفي يحمي. يفتح 100,000 باب.